بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله ده مثال بسيط هنقراه واحدة واحدة ونفسره، فتابع كل كلمة بتقال فيه عشان هتوفر عليك حاجات كتير. A circle disc of radius r is kept at a small height h above a fixed bed by means of a layer of oil of dynamic viscosity as shown in figure below. يعني قرص دائري، القرص الدائري ده على القرص الدائري ده فوق طبقة ثابتة، والقرص الدائري ده نصف قطره R على ارتفاع صغير H، والارتفاع اللي عبارة عن H ده ايه؟ عبارة عن طبقة زيت ذات لزوجة ديناميكية كما هو موضح في الشكل أمام أعينكم. If the disk is rotated at an angular velocity، تمام لحد هنا بقول لك إذا تم تدوير القرص ده بسرعة بسرعة زاوية اللي هي الأوميجا، بسرعة زاوية اللي هي الإيه؟ الأوميجا. عاوز بقى obtain an expression for the viscous torque on the disk، يعني المطلوب أحصل على تعبير لعزم الدوران اللي إيه؟ اللزج ده، يعني عاوزك تحصل على تعبير لعزم الدوران اللي هو على القرص اللزج على القرص يعني. وقال لك بعد كده ايه بقى؟ assume linear variation of velocity within the oil film، يعني قال لك التغير في السرعة داخل طبقة الزيت ايه؟ خطي. كويس، ده معلومة بقى نفسره هنا. هو قال لنا في نيجي نطلع المعطيات، يعني قال لنا ان القرص الدائري ده النصف قطره، نصف قطره كام؟ اللي هي الار كابيتال ده، وبيدور بسرعة زاوية عبارة عن ايه؟ اللي هي الاوميجا ديت. وقال لنا ان الديناميك فيسكوستي اللي هي اللزوجة اللي هي بايه؟ ميو. تمام كده، يعني قال لنا طبقة الزيت ديت عبارة اللي هي ذات لزوجة ايه؟ ديناميكية ايه؟ ميو. تمام، وقال لنا معلومة ان الفيلوستي جريديانت اللي هي ديو باي دوي، قال لنا ان شكل السرعة هنا ايه؟ خطي. كده عرفنا الديو باي دوي شكلها ايه. هو دلوقتي طالب مننا ايه؟ نحسب عزم الدوران. نحسب ايه؟ عزم الدوران. انا هضيف لك حاجة في الاخر عشان لو طلبها منك تبقى انت عارف ايه تجيبها له، اللي هي الايه؟ القوة الباور، اللي هي الديسبيت باور، لو طلبها منك تجيبها له ازاي في الحالة ايه ديت. يعني اللي انا هحسبه دلوقتي عزم الدوران والقوة. طيب ما سألتش نفسك سؤال لازمتهم ايه دولت؟ عزم الدوران اللي هو التورك والقوة اللي هي الباور، لازمتهم ايه؟ لازمتهم عشان بواسطتهم اتغلب على الاحتكاك، للتغلب على الاحتكاك للاجسام الدوارة دي. كلام كويس. بعد كده اداني في المسألة الشكل الرأسي، الشكل الرأسي بتاع القرص ده عامل ازاي. ادانا اهوت، قال لنا ان ده نص القطر بتاعه ار. تمام، وقال لنا من اول هنا لحد هنا ار يعني ايه؟ يعني القرص اول ما بدأ يشتغل مثلا اشتغل عند ار، لما وصل عند ار صغيرة مثلا، هو لسه ما وصلش هنا، احنا جايبينها واحدة واحدة من اول ما القرص يبتدأ انه يشتغل لحد هنا ار. والدي ار ديت اللي هي السمك، اللي هي الايه؟ السمك بتاعت الار اللي ابتدت تشتغل في الاول ايه؟ خالص. يعني لو جينا نشتغل على الشكل الافقي بتاعها، على المسقط الافقي ايه بتاع الشكل ده. انا عندي النص في قطر ار اهوت، تمام، ودي ار من عند ما ابتدى تشتغل ديت الار. يعني لمثل هذه الحالات فانه دائما يتم اخذ شريحة دائرية تبتعد بنصف قطر ار، ادي الار اهوت، تمام، والسمك بتاعها دي ار، ادي الدي ار اهوت. تمام، النقطة اللي بعد كده انا عاوزك تفهم حاجة مهمة. تمام، انا عاوزك تعرف هي فين المساحة المعرضة للاحتكاك. المساحة المعرضة للاحتكاك ديت تقع فين؟ تقع بين الدائرتين،
من اول ما ابتدى يشتغل ار لحد ما يوصل للار الكبيره ديت المساحه المعرضه للاحتكاك اللي هي تقع بين الدائرتين دول. ونظرا لان السرعه هنا متغيره على المساحه، السرعه متغيره، اول ما السرعه ابتدت تشتغل كانت هنا بسرعه معينه، تشتغل بسرعه كمان معينه بقت تزيد السرعه، بتزيد. ففي الحاله ديت نظرا لان السرعه متغيره على المساحه ناخد شريحه معرضه لسرعه ثابته، ثم نجرى عليها التكامل. تيجي بقى تبص معاه في الاول هنا كده ونقول for linear variation of velocity with depth the velocity gradient is given by. تمام، هيبقى عندي التدرج السرعه عامل ازاي. هيبقى الديو باي دواي بعد ما قال له طبعا اللي هو لينير، تمام، هيبقى عباره عن اليو على الاتش. اليو ديت اللي هي السرعه، عباره عن عباره عن اوميجا ار على الاتش اللي هي الاوميجا في الار على الاتش اللي هو الايه اللي هو السمك بتاع طبقه الزيت اللي هو هنا ده. تمام، بعد كده اليمنتال شير ستريس الذن، هيبقى الشير ستريس بتساوي ميو في الديو باي دواي. كويس، وطبعا احنا عارفين الديو هنا اللي هو الاوميجا في الار. كويس، والدي واي اللي هو الارتفاع اللي هو الايه الاتش اللي هو السمك بتاع طبقه الزيت زي ما احنا قلنا. ركز بقى في النقطه اللي جايه ديت، لاحظ بقى في الخطوه ديت اللي انا كاتب لك الفورس بتساوي الشير ستريس في الاريا. يعني ايه هنا؟ يعني عاوزك تفتكر لما كان عندي شير ستريس كونستانت، لما انا كنت بدرس سرعة معينة على جسم ثابت، تمام، كانت الشير ستريس كونستانت. تمام، فكان عندي كنت بقول لو انا كنت عاوز الفورس كنت بقول الشير ستريس فين؟ في الاريا، لما كنت عاوز الايه الفورس على طول. انما هنا الشير ستريس فاريبل وذ ريديوس، يعني الشير ستريس متغير مع نصف القطر هنا. تمام، هنا الشير ستريس بتتغير مع نصف القطر، كل ما نص القطر بيزيد الشير ستريس بتتغير معاه. يعني هنا اللي انا عاوزك تعرفه، كلما زاد نصف القطر كل ما نص القطر بيزيد كلما زادت السرعه، وبالتالي كلما زاد الاحتكاك. ففي الحاله ديت بحتاج الى تكامل. هنا انا عاوز اقول لك ان الاليمنتال شير فورس از جيفن باي، هيبقى عامل ازاي؟ يبقى الدي فورس بتساوي الشير ستريس في الدي اريا اللي هي مساحه الشريحه اللي انا اللي هي مساحه الشريحه اللي احنا واخدينها. فهتعوض عن الشير ستريس بميو في اوميجا ار على الاتش في الدي اريا، عباره عن الدي اريا ديت اللي هي 2 باي ار، اللي هي 2 باي ار في الدي ار، 2 باي ار في الدي ار عندي. تمام، ديت اللي هي مساحه الشريحه اللي هي 2 باي ار عندي. بعد كده قلت لك ان التورك بتساوي الفورس في ذراع العزم اللي هي في الار. تمام، يعني برضه عاوز افكرك لما كان عندي الشير ستريس كونستانت كنت بجيب التورك من خلال كنت بجيب عزم الدوران ده من خلال الفورس في الار على طول، الاف في الار. انما هنا كمان الشير ستريس فاريبل وذ ريديوس زي ما انا قلت لك، فهنا هقول هقول فيسكوس تورك اكتنج اون ذا اليمنت از، الدي تورك هنا هتساوي الدي فورس في الار، والدي اف ديت اللي احنا لسه جايبينها، فهتبقى بدل مضروبه في الار اللي هنا هتبقى ار تربيع. بعد كده هتلاقي الدي تورك بتساوي الكلام ده، تعويضات مباشره خالص. توتال فيسكوس تورك اون ذا ديسك الزن، يعني اجمالي عزم الدوران اللزج على القرص، هيبدا بقى من هنا. فهتلاقي هنا التورك بتساوي تكامل الدي تورك بتساوي تكامل بقى من زيرو لحد الار هنا، من اول ما الديسك
بيبدأ يدور من اول الصفر لحد ما يبدأ يتغير لحد ما يوصل للار الايه اللي موجودة هنا ديت. فانا هنا هكامل مين؟ دي ثابت طبعا، دي ثابت. هكامل مين؟ الار تكعيب ديت على الدي ار، وارجع اعوض من زيرو الار هتبقى ار اس 4. المهم هيوصل عندك في النهاية القانون بالشكل ده كده تمام، وده حله بمنتهى السهولة والبساطة. فالمغزى من الموضوع انك تفهم، انك ايه؟ انك تفهم الكلام ده، وده كده الاثبات بكل بساطة. تابعني بقى حل مسائل الفيديو الجاي ان شاء الله، ما تنساش تشارك رابط الفيديو وتخلي غيرك يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.